معايا كوبايتين سكر. ده السيرب اللي احنا هنعمل بيه، المقدار ده بياخد حوالي كوبايتين فول سوداني، تمام؟ يعني المقدار ده ياخد حوالي ربع كيلو مكسرات او يعني حوالي 400 جرام. طيب معايا كوبايتين سكر، كوبايه عسل جلوكوز، كوبايه ميه، عصير نص ليمونه، رشه فانيليا، والفول السوداني طبعا المكسرات بتاعتنا. السيرب ده بنقلب المكونات مع بعض بميه مغليه، وبعدين بتسيبيه لحد ما يتقل، يعني لما النار لما الخليط بتاعي يغلي بنهدي النار 7 دقائق لحد ما الخليط يغلي، وسيبيه بقى لحد ما يتقل عادي زي السيرب كده بتاع الكنافه. فبعدين بتاخدي الكلام ده تحطيه على فول سوداني يكون سخن، لازم يكون سخن، يعني اديله لو هو محمص ده فيه في الميكرويف او في طاسه على النار، وبعدين قلبيهم مع بعض. هاتي صاج او اي صينيه خبز عندك، ادهنيها شويه زيت، اكبسي الفول السوداني بتاعك او اي مكسرات وحطيهم، سوي وشها بالمعلقه كويس جدا وسيبيها 5 دقائق او 10 دقائق. وبعدين ابتدي قسميها من غير ما تقطعي، من غير ما تقطعي ان انت هترفعي القطعه، ان انت بس بتقسمي، عشان هي لو جمدت السكر هيبتدي يقفش في الفول السوداني، فانت مش هتعرفي ان انت تقسميه، فلازم يتقسم وهي دافيه شويه. بعد ما قسمتيها سيبيها تبرد خالص، يعني ساعتين ثلاثه، ممكن قبل كده كمان الجو ابتدى يبقى برد، وبعدين قطعيها وكليها بألف هنا. عشان تحفظيها وتفضل معاكي حلوه، حطي بين المكسرات بتاعتك دي بعد ما تقطعيها ورق زبده صغير زي فاصل عشان يخليهم حلوين مع بعض.